وعن آخر تطورات المشهد الاحتجاجي في ساحة التحرير والخلاني وبعض المناطق المحيطة بها، ينضم معنا الزميل سرمد الفاضل من ساحة التحرير. بداية سرمد، أهلا بك. سرمد، ما بين تأكيد ونفي، وكالة رويترز للأنباء كشفت عن حدوث حالات قتل متعمدة للمتظاهرين، سواء في من الرصاص الحي وكذلك القنابل المسيلة للدموع، وسقوط 32 جريحا. أما بالنسبة فبينما السيد المتحدث باسم الحكومة عبد الكريم خلف نفى ذلك جملة وتفصيلا، أين تضعنا من هذه الحقيقة؟ الموقف الطبي هنا في ساحة التحرير يؤشر لسقوط على الأقل ضحيتين وكذلك عدة إصابات. حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من الرقم. في النهاية هناك إصابات، سواء على مستوى الوفيات أو على مستوى الإصابات، جراء استخدام القوة من قبل الأمن في ساحة الرصافي أو مقتربات جسر الأحرار تحديدا، المنطقة الملتهبة التي أضحت هي التي تتصدر مشهد الصدامات والاحتكاكات بين قوات الأمن وكذلك المتظاهرين. نتحدث عن شمال المنطقة تحديدا، وكذلك الخطوط الخلفية للتظاهرات أضحت الآن هي أو أمست هي ساحة التحرير. هدوء هنا مقابل اشتباكات على الجانب الآخر. نتحدث عن ساحة أو جسر الأحرار والمناطق المحيطة ومقترباتها، يعني بين حين وآخر يتناهى إلى ما سمعنا أصوات لسيارات الإسعاف، سواء كانت تمر من هنا أو حتى تمر إلى الجانب الآخر المحاذي باتجاه السعدون، ومن ثم تنطلق إلى المستشفيات في منطقة الكرادة. هذا يعني بأن هناك فعلا صدامات على ذلك الجسر، إضافة لأنه يوم غد من المتوقع أن يتم تحشيد من الطرفين بعد أن سيطرت قوات الأمن وأزاحت المحتجين من جسري الأحرار والسنك، ثم عادت وانسحبت من مواقعها، وسيطر المحتجين على تلك المنطقة أو على تلك الجسرين، على يعني هذين الجسرين. الآن نتحدث عن هدوء في الجسرين الأول، عن جسر الجمهورية بالكامل هدوء، وفي ساحة التحرير والمقتربات السعدون كذلك الطيران وكذلك المناطق القادمة من الخلاني وكذلك جسر السنك، باستثناء فقط جسر الأحرار الذي تجري عليه حتى هذه اللحظة اشتباكات لكن بشكل متقطع. طيب سرمد، حقوق الإنسان أصدرت بيانا بشأن الأحداث التي رافقت هذه الاحتجاجات، وأشارت إلى استمرار عمليات الخطف وتأشير بارتفاع غير مسبوق بعمليات الخطف والاغتيال التي تطال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين وكذلك الصحفيين. ما حقيقة هذا الأمر؟ يعني قبل قليل لكن بشكل غير مؤقت قالت مصادر لرشيد بأنه تم اعتقال شخص على الأقل من منطقة أبي نواس، لكن لم يتم التأكد ماذا كان فعلا، هو اختطف أو اعتقل من جانب قوى أمنية، من جانب قوى يعني غير حكومية، لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة، لم يتم التأكد. لكن مصادر ذكرت على أي حال هي يعني قالت، وأيضا هذه المعلومة جاري التأكد عن هذا الجانب. الجانب الآخر في ساحة التحرير نلاحظ بين الفينة والأخرى هناك لافتات تعلق فيها صور لأشخاص يقال بأنهم اختطفوا من قبل جهات لا يعرف من أين هؤلاء، من هم هؤلاء، إلى أين ينتمون، ما الدافع وراء هذا الاعتقال بهذه الطريقة، عطفا على وجود يعني تقارير تتحدث من قبل منظمات محلية تحديدا تقول بأن هناك أعداد من المعتقلين ليس فقط في ساحة التحرير حتى على صعيد المحافظات. هذا يعني بأن هناك يعني اتجاه عكسي، عكس التظاهرات، يحاول أو بالنهاية هو يعمل بجانب آخر، ليس فقط يعني مسألة الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هذين جانبين. هناك طرف ثالث فعلا في مسألة الاعتقال أو على الأقل التصفية أو على الأقل محاولات ترهيب للمتظاهرين بصورة أو بأخرى. نتحدث عن زعامات، نتحدث عن أسماء بارزة في الوسط المدني بشكل عام وكذلك في الوسط الشعبي المعروفة، نتحدث عن أسماء معروفة جدا في كل تظاهرة، هؤلاء هم يبرزون وتبرز معهم الاعتقالات بجانبهم أو الاعتقالات بحقهم أو بحق زملائهم لهم. فهذا بشكل مؤكد هو موجود.
هذا الأمر موجود. نتحدث عن أسماء لافتات أشخاص، يعني ترفع لافتات في ساحة التحرير تؤكد أن هؤلاء تم اعتقالهم بالفعل، وظروف اعتقالهم غامضة لا يمكن معرفتها ولم تعرف. حتى الذين أفرجوا عنهم أو التي أفرجت عنهم الجهات التي كانت تعتقلهم، هناك تكتم كبير على من هذه الجهة وما دوافع الاعتقال بشكل عام في بغداد وكذلك في المحافظات. طيب سرمد، في الميدان الآن كيف ترى ترقب يعني المتظاهرين والناشطين والمدونين والصحفيين وجميع شرائح المجتمع العراقي لديك، كيف ينظرون ويترقبون يعني خطبة صلاة الجمعة ليوم غد؟ هل برأيك هل يعولون عليها؟ يوم غد سموها أو أطلقوا عليها جمعة الخلاص فيما يخص الجمعة الرابعة من الاحتجاج، وأيضا هناك احتشاد عدد كبير من المواطنين سواء من الدعم اللوجستي، يعني أصحاب الدعم اللوجستي، أو من المحتشدين من المتظاهرين، على اعتبار أن يوم غد يوم جمعة كما تعرف، وبالتالي هو من المفترض أو من المؤمل أن يحمل يعني تأييدا من قبل المرجعية بشكل أو بآخر. خطبة المرجعية في الجمعة السابقة عدها المتظاهرون بأنها بمثابة نصر لهم، أو على الأقل بمثابة دفع الكتل السياسية باتجاه إصلاح حقيقي، وأشرت مكامن للخلل ومواطن وما إلى ذلك، ودفعت وحرمت ونبهت ووجهت. جمعة غد ينتظر أن تكون بذات الثقل من ناحية خطبة المرجعية، وعليه احتشد عدد كبير من المواطنين استباقاً ليوم غد، ليوم الجمعة. يتوقع أن تشهد الساحة مزيداً من الاحتشاد حتى ظهيرة الغد، وبعدها أيضاً تقام هناك فعاليات ما يشبه الفعاليات هنا بعد كل جمعة. نتحدث عن بعد كل خطبة لمرجعية تبث الخطبة مباشرة بالصوت على مسامع القوات الأمنية التي يعني تقف خلف الكتل الكونكريتية من المطعم التركي. هناك إذاعة متنقلة أنشأها المتظاهرون، أنشئت بشكل داخلي، يعني هي تبث فقط في الساحة، تبث هذه الإذاعة، هذه السماعات الكبيرة إنجاز الوصف، على مسامع القوات الأمنية، وكذلك فيما يتعلق بالقوات الأمنية التي تقف عند جسر السنك. هذه نوع من الترويج، هذا نوع من الترويج أو إعادة تسويق خطاب المرجعية بما ينسجم مع ما يريد المتظاهرين، وهم بالنهاية يفسروه على أنه هو بجانبهم، المرجعية تقف بجانبهم، وهذا ما تجلى واضحا من خلال الأحاديث ما بعد كل خطبة للمتظاهرين بأنه المرجعية تقف إلى جانبهم، وهو ما دعاهم إلى الاستمرار في التظاهرات بهذه الشكل أو بهذه الشكل أو بهذه الطريقة. حدثنا بالصوت والصورة زميل سرمد الفاضل من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك.